وشي الله يمسيكم بالخير جميع. مبروك لكل واحدة منكم تمأهل ووصل إلى النهائي العشرة، وأنتم الله قدها وتستاهلونها، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يجعل يعني ما تتمنون يحققها لكم. بغض النظر عن هذا كله، وبغض النظر عن المراكز، وبغض النظر عن كله، أتمنى أن كل واحد منكم وأنا أولكم وكلنا ما نطلع من هذا البرنامج إلا ويعني مسامحين وعافين عن كل من مثلا يعني تكلم مثلا في الهاشتاقات واحد، وهذا تحصل أمور تحصل، فالواحد يصفي ويغفر ويسامح. وترى هذه الغنيمة، أنك تطلع وتخرج من هنا يعني صافي القلب، ولا تحمل في قلبك في شيء أبدا. رسالة لي أنا ورسالة لكم أنتم، وأخلص النية وفكروا وابدعوا في وش بتسوون قدام. صلى الله جل وعلا يوفقكم كلكم يعني، وعليكم الدعاء، كل واحد عليه بالدعاء في الشيء اللي بيحققه، وإن الله يتقبله منه، وإن الله جل وعلا يتقبل منه كل ما قدمت في البرنامج، كل ما قدمته سواء من أعمال خير أحسنت النية فيها أو لم تحسن النية فيها، أو أخلصت النية فيها أو لم تخلص النية فيها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك هذا الشيء، وأن يعفو عنك الزلل. وهذه وصية لي ولكم، أن مسامح ونغفر، ترى ما في أجمل من هذا الشيء في هذه الحياة. الله يجزاك خير يا أبوي. هذه تقريبا آخر ليلة من غير شر بيكون فيها بث لنا، بيكون فيها منامنا سوا وأمورنا وفصلاتنا وحياتنا كلها. 108 أيام عشناها سوا، شفنا مشاكل بعض، حلينا مشاكل بعض، تهاوشنا مع بعض، تراضينا، حبينا خشم بعض، شفنا الشين والزين من أمور الدنيا كلها. فأسأل الله أنه يوفقنا وياكم، وأتمنى من الجماهير أو الجمهور اللي قاعد يشاهد هذا الكيان ويشاهدنا الآن يسامحنا جميعا، يسترون على مواجهه. ممكن نزلينا بدون قصد، إن قصرنا في عذرون هو خير من بعذر، وما قصرنا هذا توفيق من الله. وأتمنى من الجميع أنه يسامحنا ويتشرفنا فيكم يا أخواني، وبإذن الله الاجتماع برا في غير هذا المكان.